الحالات للأسف يكون الحد الفاصل ما بين الحياة والموت. غادي نوليو لهاد الكاس نهضروا عليه بالتفصيل. إذا الخوضة كيلومتر أو في الساعة الساعة. إذا إذا كان الدراج يسير بسرعة 36 كيلومتر في الساعة وطاح لا قدر الله، هذه بالنسبة للجميع وبالنسبة لجميع المستويات ديال هذاك الكاسك. أولا اللي مشقوق ولا مهرس، أولا ما كيحميكش، كيحميش الراس ديالك فوقاش نهائيا. تفرض لأول مرة، فوقاش فرض الاتحاد الدولي لسي الارتداء ديال الكاسك في السباقات. وهو بهذه سيدي الرئيس الطريقة. عليه واحد كاين اللي يهودو بزاف تيدخل في عينيه، وهذه كلها خطيرة. كاين اللي كتلقاه ميلو على اليمين او ميلو عندنا بسرعة كبيرة، كيف ما نقول انا والصديق محبوب والصديق عبد الرحمن ارتطمت بخنزير بري. السلام عليكم، تحية للجميع، تحية للجميع ممارسات وممارسي رياضة الدراجات. موضوع حلقة اليوم موضوع هام جدا، ويخص أهم شيء في الأكسسوارات والمقومات ديال الدراج، ألا وهي الخوذة كاسك. هذا الكاسك هذا اللي ممكن في بعض الحالات للأسف يكون الحد الفاصل ما بين الحياة والموت. غادي نوليو لهذا الكاسك نهضروا عليه بالتفصيل. اذا الخوذه او الكاسك ليست مجرد اكسسوار او وسيله للزينه كما يعتقد البعض، وانما هو كما قلنا وسيله لحمايه الدراج والراس ديالو وفي بعض الحالات الحياه ديالو. اذا باش نزيدو نعرفوا الاهميه ديال الكاسك او الخوذه في حاله السقوط لا قدر الله، كيف ما عارفين انه السقوط وارد جدا في الرياضه ديال الدراجات بجميع انواعها. الدراجين كيطيحوا بزاف، اذا مشى حتى اصطدم الراس ديالي بالارض او مع شجره ولا طوموبيل ولا اي حاجز. اذا الدراسات العلميه اثبتت انه اذا كان الدراج يسير بسرعه 36 كيلومتر في الساعه واللي هي سرعه عاديه حتى في البلاو، وشي مرات في لي ديسونت كتمشاو حتى 60 70 او اكثر كيلومتر في الساعه. إذا كان الدراج يسير بسرعة 36 كيلومتر في الساعة وطاح لا قدر الله واصطدم الرأس ديالو بالأرض أو بأي حاجز وما كانش داير الكاسك، فإن قوة السقوط تعادل تقريبا 5 طن. تصور واحد الكتلة ديال 5 طن ترتطم بالأرض، يعني الله يحفظ راه الرأس ديالك غادي يتفرشخ ما يلقاو فيه ما يجمعو. السرعة ديال 18 كيلومتر في الساعة تعادل تقريبا القوة 2 طن. 18 كيلومتر في الساعة راه سرعة عادية بالنسبة للجميع وبالنسبة لجميع المستويات كان اللي يطلع بها في الطلعة. ألوغ تصوروا معي الخطورة التي تلم بك إذا ما كنتش داير الكاسك أو الخوذة. إذا هذه المسألة لا تناقش، الكاسك ضروري ومؤكد. إذا بالنسبة للخوذات أو الكاسك كاين مجموعة ديال الأنواع، مجموعة ديال الأشكال، مجموعة ديال الألوان كيف ما راكم عارفين. الأثمنة ديالها تتراوح من 100 درهم إلى بغينا حتى 2000 3000 4000 درهم، وكاين ما أكثر من ذلك. كل واحد والجهد ديالو، كل واحد والذوق ديالو، ولكن الأساس اختار كيف ما بغيت، اختار له اللي يعجبك ناسق الألوان ديالك. كيف ما عارفين أنه الدراجين كيميلوا كل واحد لواحد اللون، كيبغي الكاسك يكون في لون معين في شكل معين يلبس بحال الكاسك اللي لابسو البطل الوفلاني اللي كيبغيه، او كاين اللي كيبغي ينسق اللون ديال الكاسك ديالو مع اللون ديال الدراجه ديالو. كلشي هذا الشيء مزيان مزيان، تبرع عليه مع راسك ولون مع راسك ونسق مع راسك، ولكن الاهم في هذا الشيء كامل ماشي هو اللون، ولا هذه كتبقى غير مجرد كماليات. الاساسي انه الكاسك يكون سليم، ماشي مشقوق ماشي مهبس، لانه الكاسك اون فوا يتشق ما كيبقاش صالح، اون فوا يتهبس ما كيبقاش صالح. الدراجين عادة اون فوا كيطيح بالكاسك ويرتطم بالارض يرميه اوتوماتيكمون، وللاسف اغلبية ديال لي كاسك اللي في اوروبا كيطيحوا بهم الدراجين، واخا حتى ما كيبانش التهريسة بالعين، مجرد غير يتشق راه يرميه صافي، يبقى شاك فيه يرميه.
وكيتباع، وللاسف كيجي هنايا وكيتباع لنا عندنا اوكازيون، والدراج كيشريه وكيلبسو. هذاك الدراج هذاك الكاسك اولا اللي مشقوق ولا مهرس، اولا ما كيحميكش، كيحميش الراس ديالك نهائيا. ثانيا اكثر من ذلك راه كيشكل عليك خطوره زائده، لان الكاسك من يكون مهرس راه اثبتت الدراسات اللي اندارت في اللابوراتوار بانه راه كيزيد يضاعف القوه ديال الصدمه. وبالتالي الله يجازيكم بخير، من نبغي نشري الكاسك عندي جوج ديال الخيارات لا ثالث لهم. الخيار الاول واللي انصح به الاسلم هو انني نشري كاسك جديد في الميكا ديالو، ما لبسو حتى شي واحد، ومع ذلك نراقبو مزيان، لان جديد ما نعرف ترونسبور ولا شي حاجه سيرتو الا جبتو من شي موقع ولا يقدر يوقع له شي حاجه. كاين دي كاسك كتقول لي الثمن ديال الكاسك غالي جديد، كاين دي كاسك في المتناول ابتداء 150 200 درهم، كاين هنايا في المغرب في بعض المحلات، بنادم غير يقلب وغادي يلقى. واللي باغي يبرع راسو عنده باش وعنده باش، كاين لي كاسك يشريه جديد يستوردو من اوروبا ولا من شي بلاصه، وكاينين بعض المحلات حتى هنايا في مراكش ولا في كازا اللي يبيعوا لي كاسك جداد بثمنه مزيانه، يقلب بنادم غادي يلقى يلقى. لوبسيون الثانيه هو لا قدر الله مشينا ما لقيتش انا كاسك جديد، عييت ما ندبر والو ما كاينش، مضطر انني نشريه اوكازيون. على الاقل نقلبو مزيان، اول حاجه نقلب داك الكاسك مزيان بالعين المجرده، نشوف مزيان واش ما فيه حتى شي تهريسه، ما فيه حتى شي شقه. اذا كانت فيه تهريسه باينه لا يصلح، كانت فيه شي شقه ولو صغيره هنايا لا يصلح، مابقاش كاسك هذا، ولا غير بحال الكاسكيطه راك دايرها فوق راسك، ما كاين حتى شي حاجه كاع ما بين لي والو، بالعين المجرده ما بين لي والو، فهاد شي شقه قلقل فيه بحال البندير. هو عاده في الاغلب الا كان صحيح ما فيه حتى شي شقه راه كيبقى يتكلم بحال البندير، الا كان مشقوق او فيه شي تهريسه راه ما كيديرش هذا الصوت هذا رنان، وانما كيكون واحد الصوت ساك ناشف كيف ما نقولوا حنايا بحال البندير من يكون مهرس، وبالتالي هذاك غير صالح. اذا النقطه الاخرى قبل ما نمشيو نشوفوا الطريقه السليمه للارتداء ديال الخوذه او الكاسك، وهي القانون ديال الاتحاد الدولي اللي بغينا نشوفوا غير واحد النبذه تاريخيه قصيره جدا كيفاش تطور هاد القانون هذا عبر السنوات. اذا في السنوات السابقه في العصور السابقه السبعينات الثمانينات الارتداء ديال الكاسك ما كانش اجباري، لي كورو القدام ولا الناس اللي كيشوفوا التصاور شويه القدام كانوا دوك لي كاسك اللي معروفين ابودان فيهم واحد لي بودان بحال هكذا، هما لي كاسك اللي ولا من بعد بانوا هاد لي كاسك هاد لا جينيراسيون جديده، ولكن ما كانوش اجباريا من الناحيه القانونيه عندها. اذا فوقاش تفرض لاول مره، فوقاش فرض الاتحاد الدولي لي سي الارتداء ديال الكاسك في السباقات وهو سنه 1991 ندار هاد القانون هذا، ولكن بعد اقل من سنه تحيد هذا القانون بسبب الاحتجاج ديال الدراجين. الدراجين ما كانوش واعيين بالخطوره ديال عدم ارتداء الكاسك، وبالتالي بدا يطبق هذا القانون في خلال سنه 1991. احد الدراجين لم اعد اذكر الاسم ديالو تم التوقيف ديالو من سباق مطواف بارينيس المشهور بفرنسا لانه حيد الكاسك ديالو خلال احد المراحل. مورا هاد الدراجين احتجوا وحيدوا لي كاسك كاملين وجراو لي طب كلهم بدون كاسك، وبالتالي يسجل قرار مضطر انه يلغي هاد القانون. فوقاش غادي يولي تحيا هاد القانون سنة 2003 وبالضبط يوم 3 ماي 2003 فرض الاتحاد الدولي الارتداء ديال الكاسك في السباقات على الطريق، اما الفي تي تي تفرضوا من قبل تفرضوا على السباقات في الطريق باستثناء الصعود الاخير، يعني من تكون شي طاب مثلا لي زيطاب ديال تور دو فرانس سنه 2003 2004 وبدايه 2005 اجباري تلبس الكاسك من غير الكول التالي. الا كانت لاسونسيون التاليه لو كول التالي منو لاريفي من تبدا الطلعه عندهم اللي يحيدوا الكاسك. سنه 2005 هاد الاستثناء تحيد ولات من 2005 الى يومنا هذا الارتداء ديال الخوذه والكاسك اجباري على الجميع من بداية السباق إلى نهايته. إذا في النهاية غادي نشوفوا الطريقة السليمة لارتداء الخوذة، لأنه
حسب ما كنلاحظ في مجموعه ديال الفيديوهات والتصاور اللي كينشرهم مجموعه ديال الدراجين اللي هو ديال هذه الرياضه على الفيسبوك والانستغرام، عدد كبير منهم ما كيرتديش الكاسك بطريقه سليمه. اذا بعض الاخطاء الشائعه اللي شفتها بعينيا انه كاين اللي من كيدير الكاسك اما كيطلعوا بزاف بهذه الطريقه، كاين اللي يهودوا بزاف تيدخل في عينيه وهذه كلهم خطيره، كاين اللي كتلقاه ميلو على اليمين او ميلو على اليسار، هذه كلها اخطاء شائعه. الطريقه السليمه هو انه الكاسك اولا يكون نيشان قادو بصباعي هنايا فوق ودنيه باش تكون نفس المسافه باش ما يجيش مايل هكذا ولا هكذا، نريقلو بنيه، وخصوصا كيفاش نريقل العلو الصحيح. العلو الصحيح هو جوج صباع ابتداء من الاعلى ديال الانف، مثلا الا كان طالع هكذا نجي عند نيفي ندير جوج صباع هنا غكتو طالع نهودو، هذه هي الوضعيه الصحيحه ديال الكاسك. وبيان سور بلا الكاسك ديالي ما عندها حتى شي معنى انني نتريني ولا السباق والكاسك ديالي محلول، راني عارف بلي كاين اللي كيديرونجيه ولا يغبنو، ولكن راه الا كان الكاسك محلول في حاله السقوط لا قدر الله راه نقدر من نجي طايح قبل الارتطام ديال الراس ديالي مع الارض يقدر الكاسك يطيح لي من راسي والراس ياكلها، وبالتالي الكاسك او الخوذه يبقى السبته ديالو توجور مبلع. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، نتمنى قبل كل شيء السلامه للجميع. كيف ما قلت في البدايه ديال الفيديو الحوادث ديال السقوط وارده، الاصطدامات وارده جدا في المجال ديال الدراجات، الكاسك ما غاديش يحميني من السقوط بطبيعه الحال، ولكن في حاله سقوط لا قدر الله غادي يحمي الراس ديالي، لانه نقدر نتهرس الله يحفظ من يدي ماشي مشكل، غادي نبرا ناخذ واحد ديال الوقت ونبرا، نقدر من رجلي نقدر من اي بلاصه فراكتور تهرس، ولكن الا كلاها الراس ديالي وتفرشق لي مع الارض رحمني الله اضعف الايمان غادي تكون لا قدر الله شي اعاقه. وباش نختم الفيديو، انا شخصيا تعرضت للسقوط في شهر يوليوز شهر 7 سنة 2019 يعني الصيف اللي فات، كان حادث سقوط، كنا في ديك الساعة نتمشاو بسرعة 42 كيلومتر في الساعة تقريبا، كان واحد الهبوط قليل خفيف جدا ما بين مدينة العيون ومدينة توريرت، الأصدقاء ديالي راهم عارفين هاد الحادثة. ديك الساعة كنت طحت، دخلنا كان الليل وكنا بسرعة كبيرة كيف ما نقولو أنا والصديق محبوب والصديق عبد الرحمن، ارتطمت بخنزير بري حلوف جا قطع الطريق حدانا في اخر لحظه ودخلت فيه، بيسكليت مشرجيه ترفعت تهرست من لافيكيل الحمد لله بريت واني وليت الحياه العاديه ديالي، والراس ديالي كان حتى هو ارتطم بالارض، ولكن الراس ديالي ما وقع فيه حتى شي حاجه، الكاسك اللي كنت لابسه ديك الساعه مشى، راني رميتو، راني كنت درت واحد الفيديو صورته سابقا، ولكن وكان لا قدر الله داك السقوط ما كنتش داير الكاسك وكان كاع ما رانيش هنايا نصور هذا الفيديو باش نتقاسمو معكم. مرة أخرى نتمنى السلامة للجميع، كيف ما العادة أي تدخل أي تعليق أي تعقيب أي انتقاد خليوني كومونتير، وحفظكم الله جميعاً.